السلام عليكم. وعليكم السلام. مساك الله بالخير يا الدرع. مساك الله بالنور. وش علوم اهل الوادي؟ طيبين. الله انه لا يبقي من عتابه نظر، وانه يخلي من الدنيا مداهيلها، لاجل تصل لي القمه جميع البشر قبل ما تسرب الهاله فناجيل. الله غصبي من عتابه عن 13 من شيوخ الرجال اللي وفاكينها. الله الله صح سالك. الله الله وش علومك؟ طيبين مساكم الله بالخير. يا هلا يا مرحبا. ترى وش علومكم؟ طيبين. احنا اليوم جايين عشان الشيخ هذا الدرع، هذا نجم السوشيال ميديا القادم. يا احمد ابو ربيع سلمت يا شوق البنت. انا تقهويت بس. والله انت تقهويت. بيض الله وجهك، بيض الله وجهك. وش علومك يا درعان؟ حنا بنسولف معك طال عمرك، القدوع لاحقين عليه. لاحقين على السوالف، اقعد. بعد راسي، نبي نسولف معك وناخذ علومك. أنت عندك عشا ولا ما عندك؟ عندنا أكيد. بيض الله وجهك، راعيها والله يا الدوسري. جزاك الله بالخير يا أبو درعان. مرحبا. وش علومك طال عمرك؟ الله يطول عمرك. والله سبعة أنعام. أنا ما بنقول أبو درعان، أبو درعان الصغير وهو يستاهل، لكن الكبير نايف، أبو نايف. ونعم ونعم بنايف ونعم بدرعان. وش اسمك؟ عارفنا باسمك. انا ولد فراد ولسم درعان، ساهر جداني شيوخ وداعين، خبالي السبعان لاثار دخان، رداه من يقسم الصف صفين. الله الله ما شاء الله ما شاء الله. نعم انت دوسري وخوالك السبعان. والله سبعة انعام. اسمه درعان، ايش بك انت؟ تدري ايش معنى درعان؟ والله اني حسبتها قصيده طلع اسم. درعان كم تدرس؟ ولا ابتدائي. طالعين الثانيه. وكم عمرك؟ 7 سنوات. طيب انت وش حببك في القصيد وفي الشعر؟ ابوي شاعر. ما شاء الله. صرت احب القصيد. يا سلام. وابوك شاعر غنى وين؟ في الجنادريه. ما شاء الله. والدك شاعر غنى في الجنادريه؟ نعم. اول واحد بعد خلاص بن هذال طلعت العافيه. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. وفعلا انت اول شاعر غنى في الجنادريه بعد خلف بن هذال؟ نعم، اول من القى بعد خلف بن هذال الله يمن عليه بالعافيه. انا فيه يوم القى مساعد الرشيدي الله يرحمه مع خلف بن هذال في نفس المهرجان. الله يسكنه فسيح جناته ويطول في عمر خلف بن هذال، ويطول في عمرك وفي عمر ولدك. آمين. وعمرك يا ابو ربيع عمر شيبان. يكرم بال من طيب قلبه بس قلبه سكن. الله الله ما شاء الله ما شاء الله، يخلي لك ويحفظه. عطنا ثانيه. يا عين اخوك، يا عين اخوك اعذره لا طاحت دموعه، ما يوجع النشمي الا غيبه النشمي، انا عشانك حزين ولوع قلوعه، تبني يضحك على شانك على خشمك. على خشمك. ما شاء الله ما شاء الله. درعان ما ملينا منك ومن كلامك الطيب، سمعنا وش عندك قصيدة؟ عندي من قصايد اللي أحبها. سم وش أني؟ لي 4 أيام أتعشى على الجوع، ما هو من رغبة ولا من شهية، من كثر ما راسي من الوقت موجوع، أكثر مشاويري على الصيدلية. الله. مفجوع إي والله من الناس مفجوع، بلاي ماخذهم على طيب نية، ليت القلم عن بعض الأشخاص مرفوع، عشان ما نحسب العين الخطية، توجعني الزلة من أقراب وربوع، لو إنها من أجنبي عادية. الله. ناس لو رضاها على حبة الكوع، والله ما ترضى لو أكسر يدي. لطيحتي ترسم 30 مشروع، وإن قابلوني سولفوا بالحمية، أطيبهم اللي لا خدمت موضوع، إن ما جاء حد حسناي مثنى علي. الله الله ما شاء الله ما شاء الله. درعان عطنا قصيدة الذيب والغنم. يا وجد حالي كلمة حان المغيب، جتني هواجيس السهر متعدية، مهيب متعدية، وأصير مثل اللي يغرون الصحيب، والسن يضحك والقلوب مصدية. صدية. اللي ما غير تودي الهرج وتجيب، هذا عمها جايبه مودية، تندل جباه من أول علم غريب، واليوم دايم والجباه مندية، كان يتعشى بالغنم لا جاء ذيب، واليوم بالذيب الغنم متغدية، حتى ظرفها الأرض قامت تطيب،
والطيب يظرفهم متردد. يا الله 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 وجهك يا الدوسري وطيبك الله من ثمار الجنة. هذا الدوسري شاعر؟ اي هذا شاعر الدوسري. تتحداني؟ لا اتحداك انا الدوسري. هذا سبحه. هاي درعانه بترد عليه؟ برد عليه. اسلم. الله الله الدوسري بشماغ والعقاب. الله الله كالمسباحه في وسط يدي. المسباحه في وسط يدي. دقيقتين ليش نطفي الكاميرات؟ أركز. ما فيه تركيز خلاص عميتك. إيش بتقول؟ نطفي ولا ما نطفي؟ طفي الكاميرات. وبتجيب بيت قوي؟ إيه بجيب بيت أقوى منه. كفو كفو كفو. وقفونا وقفونا. كفو كفو وسلم. الدوسري يسوامي يترجال. كفو. وهذا الفاروي يكفاه العقاب. هذا بيت اخوي ابو سعود العميد عبد الله. والله انا بيتي ان شاء الله بنزله ان شاء الله عقب رمضان. تجوني في كرامه خاصه لان والله حقكم في البل. ما هو في ذا يا ابو نايف. هذه كرامه درعان. ويا ابو درعان انتم فالكم عقاب وخيركم سابق والسلام حصل. وهذا المقصد. والله انا هبرك الساعه. مرحبا ومسهلا. مرحبا ومسهلا. تفضل. سمو سمو تفضل انطحوا فالكم. تسلم يا الولد عادي. تسلم. عادي عادي ابعدي. ما شاء الله عليه. ما شاء الله. الله يسلمك. يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا. الله يبقيكم ويسلمكم. الله يبقيكم. اللي انت سمعتها من ابو ربيع ودائما تقولها لي وتقولها لاخوانك وش فيك؟ للصغار والكبار لازم كل يوم تسلم في وقتها. يا بعد قلبي تعال تعال تعال. الله يحفظك. الله يجزاك خير. اي يا ابو النجاح ويا ابو التوفيق. صلي الصلاه في وقتها خلاص. الله يوفقك يا درعا. هاي تعال تعال قرب الكرسي تعش معنا. تعش وخلي نبيك تعش معنا. انت تعشون. لا لا ما هو تعش يا ابو درعا. من حظي وانا خجلت. والله انت والله والله ما يطب في مين. تعشون معنا ولا والله ما خلاص. قرب انت درعا. قرب اقرب اقرب. يبقيكم يسلمكم. سلمت. لا انت يا شوق البنت. اسمع يا درعان انا جايب لك هدايا وابيك تفتشها قدامنا. والله ما هديتي جايتك. يا قلبي انت. لا والله تاخذها. انا حلفت وانا في مجلسك والرسول صلى الله عليه وسلم قبل الهديه ما تردني. يا قلبي امرك لله سم. طيب هفك لي هالهديه الاولى. نزل نزل الطيب نزل. الله الله يخلي لكم. يلا فكه خذ راحتك. وش وش. يا قلبي تستاهل يا درعا. تستاهل تستاهل تستاهل. وش بك يا درعا؟ ليش ناظر في ابوك؟ ما شاء الله ترى. يا قلبي تسلم. انت اللي تستاهل حبة الراس. ليش تنظر في فوق؟ ها عرفت شو؟ ما اعرف عرفت شو؟ هذا سوري فايده. اي اخر سوري نزل. تستاهل يا درعان تستاهل. هذا سوني فايده. اخر سوني نزل في السوق. هذا ايش؟ سؤال. تستاهل لانك انت شيخ وتعرف علوم الرجال وضيفتنا واكرمتنا فتستاهل هالهديه. تكلفت على نفسك. سوني. طيب عرفت الاخير اول شيء؟ عرفت الاخير؟ فكها. ترى ما بنصوت على هذه، ما بنصوت عليك. يا قلبي يا قلبي. خذ هداياك وانبسط يا درعان وفلها. انا احس اني بحلم يا اخي.
قلبي انت يا قلبي انت، الله يسعدك دنيا واخره ويوفقك ويصلحك يا رب العالمين.